أولا نبارك لكم تحية من انطلاقة لك الله منصة يحفظك. عالم زيدو، هذه المنصة المباركة والجذابة حقيقة للطفل المسلم. بداية لعلك تحدثنا عن ما هي فكرة عالم زيدو؟ طيب، أولا تحية لأساتذتنا الكرام الأفاضل وللمشاهدين الكرام، وجزاكم الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة في برنامجكم القيم. حياكم الله. بالنسبة لفكرة عالم زيدو باختصار، هي الفكرة نشأت نتيجة دراسة مستفيضة أجريناها للفضاء الإلكتروني والإعلامي الموجه للطفل. فلا يخفى عليكم أن الكثير من المواد التي تعرض للطفل تحمل قيما مختلفة، تأتي من مشارب شتى، قد لا تناسب كل الفئات العمرية، الكثير نعم. منها مشتت، حتى القيم منها قد يكون مشتت في مواضعه فلا يقدم قيمة مبنية على خطة علمية أو دراسية. ناهيك طبعا المواد الترفيهية الجاذبة التي قد لا تحسب حسابا لما قد تسببه من أثار سلبية. صحيح. هذا كان جزء مما وجدناه في دراسة مستفيضة أجريناها، ومن هنا تشكلت الفكر والمضمون الذي تسعى عالم زيدو لتقدمه للأطفال، لهذه الفئة الغالية على قلوبنا. الفكرة هي أن نقدم محتوى يعين المربين على أداء رسالتهم وفق منهج علمي مؤصل شرعيا وتربويا. هنا أركز على كلمة يعين المربين، نحن لا نقدم أنفسنا كبديل، إنما نحن نجعل المربي أو الأم والأب جزء من هذه المنظومة. جميل. أن يكون هذا المحتوى أيضا مناسب يا أخي للمراحل العمرية المختلفة، ما يصلح للطفل بعمر 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات قد لا يصلح للعشرة أو 11 سنة، أو لا يصلح مؤكدا للعمر 4 سنوات أو 5 سنوات. أيضا أن يساهم في بناء شخصية الطفل وثقافته ومهاراته وقدرته على التحليل والتخيل والتفكير. وطبعا الأساس قبل كل ذلك أن يبني أسس الإيمان بالله سبحانه ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأن والسلام. يكون كل ذلك بأسلوب ممتع يعتمد القصة واللعبة الهادفة والأنشطة. وهذا هو بيت القصيد، هذا هو نوع المحتوى الذي نقدمه، القصة واللعبة والكتاب الذي يحوي الأنشطة، لكن كل ذلك يتم في منهجية ومنظومة متسلسلة تعنى بالمراحل العمرية، ومن خلال إدراك الطفل للمحيط الذي يعيش فيه والتفاعل مع هذا المحيط والتفاعل الإيجابي مع الأهل والعائلة والأقران. هذا باختصار. جميل. لعلك أيضا يعني أستاذ صايل نتحدث عن المنهجية التي سارت عليها هذه المنصة، منصة عالم زيدو، ومعنا أيضا يعني المشرفين التربويين معنا في الاستوديو، فلعلك يعني بشكل مختصر أيضا يعني المنهجية التي سارت عليها منصة عالم زيدو. أكيد مؤكد، يعني ابتداء أنا أريد أن أؤكد طبعا أن ما سبق وما يلي طرحه إنما بني وفق منهج علمي تربوي متكامل تم تصميمه ومراجعته بأيدي أهل التخصص الشرعي والتربوي والتنموي. هذه مسألة نحن حريصان عليها إن شاء الله، فهذا مسألة تخصصية نحترمها ونقدرها. ويمكن أن نلخص نقول الطريقة والمنهجية التي سارت عليها منصة عالم زيدو في غرس القيم في نفوس أطفالنا الذين هم عزمة نملك، ممكن أن نلخصها بالعناصر التالية. هناك أولا شرط على اتباع ما ورد من القيم والهدي في القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام والسلف الصالح كأساس لما تم ويتم إنتاجه من مواد، ونسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك بإذن الله. آمين. ثانيا آمين إن شاء الله. وثانيا لأن التربية بالقدوة الحسنة هي من أنجع الوسائل، حرصنا في أن تكون هناك القصة التي تبرز تلك القدوة من خلال ما يدور فيها من أحداث وشخصيات، بإضافة طبعا جانب التذكية والترفيه. نعم. ثم دعمنا تلك الأفكار والسلوكيات من خلال الألعاب التفاعلية حتى نؤكد عليها. ثم هناك وهي من أهم مزايا المنصة أن جعلت للممارسة نصيبا من خلال الكتاب الإلكتروني، الكتاب الذي يحوي في طياته مجموعة من الأنشطة يقوم بها الطفل حوالي. ثم البعد عن التلقين والإلقاء المباشر مما روعي تجنبه في كل ذلك سواء في القصة أو اللعبة أو التفاعل، مع الحرص على أن نقدم ما يناسب المراحل العمرية كما ذكرت سابقا لنمو الطفل لتناسب القصة مدركات الطفل
وإدراكه لمحيطه، وتكون مرتبطة بحياته حسب رؤيته هو وقدرته على الاستيعاب. وهذا لعله إن شاء الله ما يجعلها منصة احترافية تخصصية إن شاء الله. وكذلك من أهم ذكرت مهندس صايل موضوع دور الوالدين، هو دور مهم يعني في المراقبة والاطلاع والمتابعة. هل للوالدين دور في المنصة؟ يستطيع من خلال المنصة الإلكترونية هذه أن يعني يكون له دور؟ بل هم الأساس أخي الكريم. نحن كما قلنا لا يعني نصل إلى الطفل باحترام ومن خلال الوالدين، ونأمل أن نكون أدوات يستخدمها الوالدين في أداء مهمتهم. المنصة تحوي أولا على صفحة تمكن الوالدين من متابعة إنجاز أطفالهم وما حققوه من تقدم في المنهج، ومن خلال يستطيع الوالدين أيضا يستطيع الوالدان أن يعرض المشروعات التي قام بها الأطفال، كما يمكن متابعة المدة التي قضاها الطفل أمام الشاشة. الوالدين يستطيع من خلال صفحتهم الخاصة أن يتابعوا ما قام به الطفل والوقت الذي أقضاه وما هي الأهداف التربوية وغيرها التي استطاع أنه أو مرت عليه. كذلك هناك دور أساسي للوالدين في الأنشطة التي يحتويها الكتاب، لأن هذه الأنشطة الهدف منها أن يقوم بها الطفل مع الوالدين. لذلك نحن ندعو الأباء والأمهات أن يشاركوا أطفالهم في التفاعل مع مواد عالم ديدو. إحنا لم نقدم عالم ديدو لتكون مادة إلهاء للطفل ليبعد يعني وليترك الوالدين بحالهم، إنما هي أداة للوالدين أن يشاركوا أطفالهم ويتفاعلوا مع أطفالهم من خلال موادها، وأن يستخدم المنصة كوسيلة وأداة تربوية فعالة. المهم أن يعيش ولي الأمر الأب والأم مع أطفاله مثل هذه اللحظات التي لن ينسوها جميعا، وأطفالنا وأطفالكم يستحقون ذلك، ولن تكون مجرد ذكريات جميلة فحسب، بل وسيلة تربوية مساعدة في زمن صعب فيه التربية. كما أن أيضا للوالدين هناك الكثير من المقالات والحوارات التربوية التي تضمنتها مكتبة المنصة، ليطلع المربون على تجارب الآخرين ونصائح أهل التخصص، وتثري حصيلتهم الثقافية في ممارسة هذا الدور المهم. وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. أشكرك المهندس صايل الحسن مدير منصة عالم زيدو على هذا الشرح الموجز والمفيد حقيقة لهذه المنصة المباركة منصة عالم زيدو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بجهودكم وأن يجزيكم خير الجزاء. بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.